يعاملونا بالمودة لا نراها عند غيرهم. وهذه الكلمة صدقوني كانت هي أتت من أوقات اختصرت كل هذا جاريا. هذا المصاب الجلل كل شيء، ولكن هي فقط للتنبيه على المسائل جدا جوهرية. فأرجو من زملائي البحاث أن يراعوا هذه المسألة. سنبدأ الآن هي وفقا لها في آراء الفقه لا تمسك بظاهر النصوص وأخبار الفقهاء. وشكرا. شكرا سليما. أو تقدير الوفاء لا يقوم على أساس استصحاب الحال. تقدير الوفاة هو مبني على موازنة بين مصلحتين متعارضتين، وكمن يريد أن يتصرف المال ليس لاستصحاب الحال الموضوع. الجانب الآخر، الموت الحكمي لا يعني قطعية وعدم قطعية. الموت الحكمي ينطبق على من كان هناك دلائل بنسبة 100% أن ميت. طبعا هو نفس الملاحظة اللي ألقاها الدكتور ضو. طبعا نحن من الاول حتى البحث لا اريد ان ما كنتش اريد ان افصل دعوه عاده يتطلب فيها الحضور، ومن المستحيل حضور هذا الشخص هو المفقود ولا لا نسميها مفقود، ان يبصر في مفقودي اثار تنميات، وان يكون القاضي حريص في مساله معينه وهو التحري ان فعلا ان هذا الشخص من سكان مدينه بلد وله السلطه الواسعه في هذا المجال. أما إذا كان حالة أخرى منها أساسها يقوم على الخطأ المفترض، ويعني هذا سد يعني ثغرة تشريعية يعني تلافت الكثير من اللي على الموت الحكمي، وإلا في الموت الحقيقي يعني من وجدت جثته ودفن يعني رحمه الله الحديث عليه ما فيش إشكال، لكن الحديث على الموت الحكمي أنا أقول أن الحكم القضائي أشياء مبنية على الخطأ المفترض. الخطأ المفترض مبني على المسؤولية الموضوعية اللي يكتفى فيها بالضرر ولا ينظر إلى الخطأ، بينما إذا كان في إهمال في بناء في ترميم السدود معنى هذا أنه هو في خطأ شخصي، واللي هو الأساس المسؤولية التقصيرية، فكيف نوافق بينه وبين طبعا الدكتور مصطفى. عرضت دعوة على محكمة المدينة الجوصية فيما يتعلق باعتبار المفقود ميتا ونظرت من قبلنا، وكان فيها إشكاليات كثيرة، ولكن بحمد الله يعني اجتهدنا فيها وإن شاء الله نكون قد أصبنا. الدعوة طبعا مرفوعة من أحد الأشخاص. افتتح اليوم المؤتمر القانوني الموسوم بالآثار القانونية لإحصار دانيال بين الفراغ التشريعي والتنوع الفقهي. المؤتمر قائم على 26 بحث فيه مشاركات محلية ودولية، جمهورية مصر العربية والجزائر والعراق، وأيضا في الداخل عديد مؤسسات التعليم العالي من شرق وغرب وجنوب البلاد، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية والقضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية. انتهت الآن فعاليات الجلسة الأولى، وبعد دقائق إن شاء الله تنطلق فعاليات الجلسة الثانية، وسيكون هناك جلسة مسائية لليوم الأول الأربعاء 1 مايو، وغدا يختتم المؤتمر بعد الانتهاء من الجلستين، جلسة صباحية وجلسة هتكون على تمام الساعة 11، ثم تختتم هذه الفعاليات ويتلى البيان الختامي، والشكر موصول لكل فرق العمل في هذا المؤتمر سواء كانت فرق علمية أو تحضيرية. اليوم اجتمعنا لنناقش هذه البحوث ونستعرضها، كان لي شرف إدارة الجلسة العلمية الأولى اليوم. كل البحوث تدور في إطار بيان القواعد العامة ثم تطبيقها على ما وقع في أعصار دانيال. طبعا تناولت البحوث جوانب متعددة، سواء من ناحية إجرائية، سواء من ناحية موضوعية، سواء من ناحية شرعية، سواء من ناحية تكييف ما الذي حدث، هل سنعتبر المفقود ميت أم هو لازال مفقودا، وهل سنعتبره مفقود ميت حكما أم ميت حقيقة، ثم الدعوة ومن يرفعها بإثبات الفقد. أيضا تناولنا ما يتعلق بالآثار اللي ترتبت سواء من ناحية العقود اللي ستثير مشكلة من حيث تطبيقها الآن، لأن هل هذه قوة قاهرة أم هي ظرف طاري. كل هذا أدى إلى
استعراض جملة من النتائج والتوصيات إن شاء الله ستوضع أمام سواء الجهات القضائية سواء الجهات التشريعية والتنفيذية لمعالجة هذه الإشكاليات، لأن هذه الكارثة رتبت آثار وأدت إلى مطالبات بحقوق وألزمت واجبات. وإن شاء الله التوفيق يكون معنا ومع الجميع إن شاء الله. جاء هذا المؤتمر للحديث عن ما اجتاح مدينة درنة من فيضانات في 11/9/23 العام الماضي، وتم تنظيم المؤتمر برعاية السيد رئيس الجامعة، وتناول هذا المؤتمر عدة مواضيع قانونية وتشريعية هامة جدا، في بعض منها يوجد فراغ تشريعي والبعض الآخر هناك بعض التشريعات، ولكن نظرا لما تمر به الدولة الليبية من فترة زمنية يعني محداث 17 فبراير وسبق ذلك، هناك بعض التشريعات هذه تشريعات جلة معطلة من قبل السلطة التنفيذية. فهذا المؤتمر حاول أن يسلط الضوء على هذه الأثار القانونية وأن نضع لها حلول ومعالجة صحيحة، ونحاول من خلال هذا المؤتمر أن نقدم توصياتنا وقراراتنا بحيث توصل إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بحيث تكون موضع التنفيذ. عمل من أشهر الأعمال اللي قامت به جامعة دارنا كلية القانون من تأسيسها في 92، أول افتتاح لأول محكمة سورية، إضافة لأول مؤتمر تقوم به جامعة دارنا، وهو يتناسب مع المناسبة التي حدثت في جامعة دارنا رغم أنها مناسبة صعبة لها أثر قوي جدا على أهل درنا بالكامل، إلا أن كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى نتقبله بقلب رحب. والجانب الأكاديمي اللي نحن اهتمينا به هو كيف نقابل المشاكل الكبيرة اللي سببها إعصار دنيال من مفقودين وحقوقهم وزوجاتهم وأموالهم، كيف يتم التصرف، هل التشريع كان شامل كل هالأمور هذين لحل مشاكل الناس في من ناحية الزوجة كيف تنتقل زوجها مفقود، كيف يتم هالانتظار 4 سنوات وثم العدة 4 شهور و10 أيام، أم هناك تجاوز لفكرة المفقود ويعتبر أن الموت حقيقي من حدوث الكارثة تفاديا لكل الإشكاليات اللي قد تقع. فكان المؤتمر يتناول عدد من الإشكاليات الكبيرة التي لم يشملها التشريع باعتبارها تعتبر مسائل حديثة مستحدثة ومفاجئة تدخل في الظروف الطارئة وتدخل في القوى القاهرة، فتحتاج إلى من خلال نظر إلى هل يشملها المشرع في نصوصه أم تحتاج إلى تدخل تشريعي وتعديل تشريعي. هذا كل ما يحويه المؤتمر، ونسأل الله أن نكون وصلنا إلى نتائج طيبة وتوصيات يستفيد منها المشرع ويستفيد منها القضاة في مجال عملهم، وبارك الله فيكم. طبعا الكلية طبعا شاركت برئاسة اللجنة التحضيرية متمثلة في شخصنا، وكذلك المعرض الفني التشكيلي المصاحب طبعا لهذا النشاط مثل مجموعة من اللوحات الفن التشكيلية لمجموعة من أساتذة الكلية على رأسهم النسرين الأحمر والدكتور إسلام المنصوري والأستاذة أسماء سويسي والأستاذة مريم الصوينعي، مثل هذا الحدث لتسجيل الحدث الذي شهدته مدينة درنة خلال هذا الإعصار اللي هو إعصار دنيان الذي أصاب مدينة درنة. طبعا هذا المعرض قمنا به أنا وزميلي أعضاء تدريس ناصر جمعة الشعري وأستاذ عبد الجليل الشلوي، قمنا بالفكرة مصاحبة للمؤتمر بحيث يكون افتتاح المؤتمر مصاحب مع افتتاح المعرض. وكانت الأعمال هي من تصميم عبد الله وتنفيذ جماعي، أنا أستاذ ناصر جمعة الشعري عضو تدريس وأستاذ عبد الجليل الشلوي، وقمنا بالتنفيذ في مرسم أستاذ عبد الجليل فتائح. وكانت الفكرة أن يكون شيء مصاحب للبحوث من حيث الأفكار اللي هي إعصار، تمثل لوحات في إعصار دانيال بشكل تصميمي وتقنيات مختلفة منها الباتك الشمعي ومنها السيلك سكرين ومنها الصبغات والطباعة بالشاشة الحريرية طبعاً، تمام. وفي لوحات ثانية اللي هي لوحة الإنقاذ ما قدموها الجيش بصفة عامة والقيادة العامة في إنقاذ وحماية مدينة درنة بعد هذا الإحصار، وتمثل أيضاً في كتيبة 160 اللي هي لها دور حتى
قدموا شهداء في هذا السيل من كتيبة، كذلك بعد ما هذا الإحصار والإنقاذ يأتي الإعمار، يتمثل في القائد العام للقوات المسلحة الحنبية خليفة بالقاسم حفتر والبشمهندس بالقاسم في إعمار دارنا، فصورناه في أعمال. كذلك آخر الأعمال قدمناها لي كفالة اليتيم، وقدمه الجيش الليبي بالقيادة الرشيدة لكفالة أيتام ضحايا درنا. وهذا كان المعمل بصفة عام، الأعمال اللوحات الفنية بصفة عام.